اسمي حمد الهنداوي، من السمبلاوين الأهلية، ثالثة ثانوي علم الرياضة. الحمد لله يعني أول أهلية ثالث جمهورية. الحمد لله يعني كانت سنة كويسة، تجربة جميلة، وكمان هاك تعليمي كانت سنة حلوة كويسة، عدت على خير ما فيهاش مشكلة، بس هو كانت مشكلة التوتر والضغط، بس احنا عيش عادي سهلة ما فيهاش أي حاجة، تخلص من التوتر تخلص من الضغط اللي عليك. كنت بخرج عادي مع زمايلي، وكنا بنروح نلعب ومش عارف ايه، وكنا شفت ماتشات كاس العالم ايام الامتحانات، ماتشات ام افريقيا ايام الامتحانات عادي، ما كانش تضييع وقت ولا حاجه، هو اهم حاجه بس تخلص من التوتر اللي عليك، هتعدي معاك الدنيا.